غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. أستاذ فهمي غطاس. أيوه أيوه، الرب يباركك ويبارك تعبنا حضرتك. معاك أبو مريم من أمريكا. أستاذ فهمي حضرتك ما تعرفنيش شخصيا، احنا قلنا ناخد بركة ونتكلم معاك. يعني أستاذ فهمي، كنت سمعت أبونا مكاري تنيح هو وزوجته تصوم. حضرتك كان في تسجيل للأنبا بشوي متكلم عليه، سمعت التسجيل ده؟ كان الأنبا بشوي بيتكلم عليه، وكان بيقول إن هو بيقول لك إن هو بروتستانتي، وكان بيقول كمان إن هو بيتفق مع الناس يدخلوا الكنيسة على إنهم عليهم عفاريت ويطلع منهم عفاريت. التسجيل موجود، يعني موجود على الانترنت، مش كده وبس، كمان ده في قصة مشهورة جدا جدا أستاذ الكريم. في طبعا في قص معروف اللي هو حضرتك أبونا تود قفل التليفون. الله العظيم مش عاوزين يسمعوا، مش عاوزين يسمعوا، مش عاوزين يسمعوا الموضوع متضايقهم. تاني المداع ده مش هيكون في مجال الحوار ابدا يا اخوة. نجرب الظاهر هيكون الموضوع مش عاوزين يتحاور فيه خالص عشان المدلس. عفضيحه. ايوه حضرتك قفلت التليفون ليه؟ ايوه ايوه ما في مشكله. المهم بقول لحضرتك الانبا بشوي كان في تسجيل بيتكلم عليه، واتهم ان هو بروتستانتي، واتهم ان هو بيتفق مع الناس وبيعمل ان هو على اساس انه بيطلع منها عفاريت، وفي تسجيل بياكد الكلام ده. في حضرتك لو تعرف انت ابونا القس توادس سمعان اللي هو كاهن كاتدرائيه ماري جرجس بدير مواس، ليه تسجيل معاه في الكنيسة عامل نفسه شيخ مسلم. أيوة معاك، عامل نفسه شيخ مسلم وبيطلع منه العفريت، وهو قس تداوي السمعان، والتسجيل موجود على اليوتيوب صوت وصورة، صوت وصورة. والقس معروف لو تفتكر حضرتك كاميليا شحاتة، هو زوج كاميليا شحاتة. يعني 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 مش عيب يعني يجيب راجل قس ويعمل ان هو شيخ مسلم لا صوت كويس. انا بقول لحضرتك لا صوت كويس. ابونا مكاري يونان كان الانبا بشوي بيقول عليه ان هو راجل ساحر، وبيقول عليه ان هو بروتستانتي، وبيقول عليه ان هو بيجيب الناس ويتفق معاهم على ان في عفاريت وبيطلعهم. ده كلام الانبا بشوي. الانبا بشوي مش راجل عادي في الكنيسه يعني، ومش كده وبس، في قصه معروفه موجوده على اليوتيوب اخد بالك. في ابونا سمعان تداوي السمعان، ابونا تداوي السمعان كان كنيسه كاتدرائيس بدير مواس، عامل نفسه مسلم شيخ مسلم ومسمي نفسه محمد، والاب مكاري يونان بيطلع منه العفاريت. يعني يعني افهم انا يعني ازاي يعني فين يكون. ايوه انا اسمي ايوه مين المعروف؟ حضرتك بتقول معروف؟ أنا سمعتك بتقول معروف، مش فاهم، معروف إيه مش فاهم؟ مين حضرتك؟ أيوه أنا اسمي أبو مريم. أنا الرقم. أيوه ما أنا بكلم حضرتك من برنامج سكايب على الإنترنت، برنامج. الشاهد من هنا الأب أبونا مكاري بيكذب، ومش كلامي أنا، التسجيل موجود على اليوتيوب. الكلام ده بس، الكلام ده إحنا ما سمعناش عنه وما نعرفش عنه حاجة. حضرتك اللي حاجات شخصية هي انتهت المجمع المقدس. لا حضرتك واستمر في خدمته لغايه هناك. طيب انا هقول لحضرتك حاجه. طيب الانبا هل الانبا بيشوف من مصلحته ان هو يهاجمه؟ هل الانبا بيشوف بيغير من قس؟ لا طبعا. الانبا بيشوف. بص هقول لحضرتك حاجه. اسم حضرتك ايه؟ انا ابو مريم. حضرتك انت ابو مريم، انتوا ليه بتجيبوا الحاجات السلبيات؟ لا مش سلبيات، عيب ما يكون راجل جدا. شوف ابونا مكاري ملوش مصداقيه لانه كذاب بيكذب. يا استاذ الكريم، يا
استاذ مصداقيه واحد جاب الحاجات اللي ها يا استاذي ملوش مصداقيه واحد ملوش مصداقيه بيكذب جايب واحد قص والقصه عامل نفس شيخ مسلم والقص اسمه تداوس سمعان والقص بيخدم في كاهن كاتدرائيه مارجلجس بدير مواس وزوج الاخت كاميليا شحاته وعامل نفسه مسلم وبيطلع منه العفريت يبقى ازاي بقى تقول لي بقى كويس كويس فين بقى خليك معايا اتفضل خليك معايا عم نعم بتقول ايه مش فاهم بتقول ايه الصوت مش واضح كده واضح اتفضل بتقول ايه كده واضح؟ الان واضح اتفضل. انا بقول لك ابونا لو راجل زعلان انت زعلانه منه بطول اي اسم او حاجه يوقفوه. ده بالعكس. ابونا استمر في خدمته يا استاذ الكريم ده بالعكس ده غلط. غلط الكنيسة تقف معاه والراجل بيكذب الراجل بيجيب واحد قس ويعمل انه شيخ مسلم انا التسجيل عليه يا استاذ الكريم اسمعني لو تقدر انا اقول لك اولا اللي قال كده الانبا بشوي السكرتير الانبا شنودة وكان سكرتير المجمع المقدس الراجل بيقول الكلام ده مش انا اللي بقول الكلام والتسجيل ممكن اسمعه لك بيقول لك بيتفق مع الناس ويعمل العليهم عفاريت ويخرج منهم عفاريت الراجل نفسه بيقول ان هو ساحر ده الانبا بشوي مش كده بس انا بقول لحضرتك بعد ما اخلص معاك المكالمه اعمل بحث في اليوتيوب اعمل بحث في اليوتيوب البحث عن القس تداوس سمعان اللي هو زوج الاخت كاميليا هتلاحظ حضرتك ان البابا ان متاسف ان مكاري يونان عامله على انه شيخ مسلم محمد ونطلع منه العفريت اكتب بس كده اكتب كده القس سمعان وهتشوف الكلام ده موجود على اليوتيوب وتشوف صورته كلام موجود على اليوتيوب ليه يكذب اصدقه ازاي هو كذاب اصدقه ازاي هو بيكذب الراجل كذاب انا الانبا مش عندي صادق هو كان لكن هو بيكذب وتقول لي سيبك من الكلام ده مش مهم ده بالعكس الكنيسه مدانه اللي هي سايبه واحد كذاب كده ده الكنيسه مدانه والكلام ده مش كلامي انا بس حضرتك ارجع ليه في قناه مشهوره على قناه المسيح اللي هي باللغه قفل التليفون نتصل بيه تاني ايوه بتغطي على الفضيحه ده الكنيسه مدانه ده كده ده مصيبه اكتر ده الكنيسه اكتر زي زكريا ابو العربي ايوه انت حضرتك بتقول الكنيسه مدانه الكنيسه تسكت على الكلام ده ليه؟ واحد بيكذب حضرتك ارجع لقناه حضرتك انت دي الكنيسه حضرتك يا استاذ الكريم انت بتقول لي يا استاذ الكريم يعني الكنيسه هقول لك الكنيسه لو الكنيسه زعلانه من ابونا مكاري مكان ما هي دي المشكله هي الراجل كذاب وسايبينه هي دي المشكله الراجل بيكذب كذاب وسايبينه ايوه يبقى الانبا بالظبط الانبا مش كذاب حضرتك يبقى الانبا مش كذاب ما الانبا مش غيره الراجل اللي عايش بينا وشفناه بص اقول لك طيب انت حضرتك اسمعني بس انت حضرتك اهو اسمعني انت حضرتك اعمل بحث في اليوتيوب القس تداوس سمعان هتجد ان مكاري يونان جايبه في الكنيسه عنده ولابس لبس عادي وعامل نفسه شيخ مسلم وبيطلع منه العفاريت حضرتك تقول ايه على الكلام ده تقول ايه على الكلام ده قس جايب قس يا استاذ تقول على الكلام ده جايب قص بقول الكلام ده طيب يا استاذ كان شكرا هنا طيب كان معانا الهواء مباشرة الان دقيقة واحدة بس لا بقول لك انسى الموضوع ده عادي انسى ازاي الكذاب استنى يا اخو بس ما اتاكد من رقمه
لان احتمال يكون قلت اسمه غلط، متاكد من رقمه بس. اوكي ده الاستاذ فهمي غطاس، انا قلت يمكن رقمه غلط. فهمي غطاس متخصص في الكتاب المقدس من كنيسة ماري مرقس شبرا. لا متأسف، ثواني الأستاذ فهمي غطاس متخصص في موضوعات روحية كنيسة ماري جرجس أبو زعبر القليوبية. فهمي غطاس متخصص في موضوعات روحية ماري جرجس أبو زعبر القليوبية. فهمي غطاس إذا كنت قلت اسمه في الأول غلط فصلحوه. والله يا أستاذ وليد إذا كنت أنت لا تؤمن بدين، سؤال لحضرتك طالما ما عندكش يعني افعل ولا تفعل، ما المانع اللي أنت حضرتك تتزوج أمك أو أختك أو تزني بها؟ فكر فيها كده، إذا كانش ما فيش ربنا مش موجود، ما فيش حرام مش حلال، خلاص اعمل اللي أنت عاوزه، بس كده فكر في الموضوع ده بس. اللي بعده، ثواني يا أخوة كرام. خليه موجود يسمع. بالمناسبة يا أخوة كرام، كان الشخص اللي قبل ده اتكلم في شيء من الكتاب المقدس، بس هو كنت عاوز أنا أرد النقطة دي هرب، فخلينا بس النقطة دي عشان لو في مسيح بيسمع الكلام ده. هو استشهد بكلام طبعا من العهد الجديد، هو مش عارف النص فين. النص موجود في رؤيا يوحنا الإصحاح 22 العدد 18، بس النص ما بيتكلمش على الكتاب المقدس، النص بيتكلم على سفر الرؤيا. فبقول ايه؟ لاني اشهد لكل من يسمع اقوال نبوءة هذا الكتاب، اي سفر الرؤيا مش الكتاب المقدس. ان كان احد يزيد على هذا، الله يزيد عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، ما كانش في كتاب مقدس ايامها. وان كان احد يحسب ان اقوال كتاب هذه النبوءة بيتكلم على سفر الرؤيا، يحسب الله نصيبه من سفر الحياة ومن الدين المقدسة والمكتوب. وحتى لو فرضا وقلنا الكلام ده صح، في مشكله. ليه بقى؟ يبقى الاثنين داخلين جهنم. ليه؟ لان البروتستانت حسبوا 7 كتب والكاثوليك والأرثوذكس اضافوها، يبقى الاثنين داخلين ايه؟ جهنم. الباقي اللي بعده، صوت واضح في على الاثنين، على بركه الله. طيب يا أخوة الكرام، ناخد اللي بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، كبير كل فرد. باسمك قلبي الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي، يهتف باسمك قلبي الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدره، جل قدره، لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء وأرضا.